المدح يكتب الكبير ابن الكبير عمر شرار اللي خصاله بكمله احزام جنبه يجبر العظم الكسير ما عنده الا تم حاضر وزهله يا حي بن ختلان بالوقت الخطير الصعب لا منك سهم تيسهله يا ليل لا من طال ينحس المريض وافكار شعري كانها مستنزله شاعر وراسي صلب واحساسي مثير كم شاعر الا من حضر تجند يطير على حضاب المدح محد يوصل فيك الكرم كله ولك شان كبير نهج النهج تواضح ومن يجهله عمر عمر شرار ما هو يستدير منين ما جيته فعول الجمله منين ما جيته فعول الجمله يطير على حضاب المدح محد يوصل فيك الكرم كله ولك شان كبير نهج النهج تواضح ومن يجهله عمر عمر شرار ما هو يستدير منين ما جيته فعول الجمله منين ما جيته فعول